السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في الجزء الرابع من درس نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. معكم كالعادة الأستاذ محمد بلال. في هذا الجزء سوف نتعرف سويا على كيفية حل نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين، لأن هناك طريقتان جبريتان وطريقة هندسية أو مبيانية. نبدأ بطريقتان الجبريتان، وكطريقة أولى سوف نتطرق إلى طريقة التعويض. ثانيا الحل الجبري لنظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. لو قلنا هناك طريقتان جبريتان، نبدأ بالطريقة الأولى وتسمى طريقة التعويض. سنشرح كيفية تطبيق هذه الطريقة من خلال مثال. إذا مثال لنحل النظمة التالية. لدينا النظمة هي كالآتي: 2x زائد y يساوي 5 ناقص 3x زائد 2y يساوي ناقص 4. إذن هنا في هذه النظمة، إذن طريقة التعويض، سوف نختار معادلة من المعادلتين، إما المعادلة الأولى أو المعادلة الثانية، ثم نكتب أحد مجهولين بدلالة الآخر، بمعنى x بدلالة y أو y بدلالة x. إذن لكم حرية الاختيار ما بين المعادلتين. مثلا بالنسبة لي اخترت المعادلة الأولى، لأنكم كما تلاحظون هنا أن y غير مرتبط بعدد معلوم. إذا كان y مرتبط بعدد معلوم كما هو الشأن بالنسبة ل x، ففي هذه الحالة سواء اخترتم y بدلالة x أو x بدلالة y فالأمر سيان. إذن بالنسبة لي قلت اخترت المعادلة الأولى. إذن سأكتب y بدلالة x، بمعنى y يساوي، ثم سنقوم بنقل 2x من هذا الطرف إلى الطرف الآخر. من طبيعة الحال الإشارة سوف تتغير، زائد تصبح ناقص 2x زائد 5. إذن 5 لن نغير الإشارة التي تسبقها. إذن هنا كتبنا y بدلالة x، لأن y يساوي تعبير يحتوي على x. ثم ماذا سنفعل في المعادلة الثانية؟ سنعوض y بالقيمة التي حصلنا عليها في المعادلة الأولى، بمعنى سنعوض y بالتعبير ناقص 2x زائد 5. إذا سنحصل على ناقص 3x زائد 2 في y، يعني 2 جداء ناقص 2x زائد 5 يساوي ناقص 4. إذا نحتفظ بالكتابة الأولى أو المتساوية الأولى كما هي. إذا تلاحظون أن المعادلة الثانية أصبحت على شكل معادلة من الدرجة الأولى، ولكن بمجهول واحد x. إذن معادلة مألوفة بالنسبة للتلميذ، إزالة الأقواس ثم تبسيط كل طرف، تخصيص طرف للمجهول وطرف للمعلوم، مع الانتباه إلى تغيير الإشارة. والهدف هو كتابة هذه المعادلة على شكل AX يساوي B ناقص 3X زائد مع ناقص ناقص 4X ثم زائد مع زائد يزائد 10. إذن يجب الانتباه إلى الإشارات عند عملية النشر. إذن Y يساوي ناقص 2X زائد 5، ثم نبسط ناقص 3x هي مع ناقص 4x ناقص 7x.
ثم نقوم بنقل 10 من هذا الطرف إلى الطرف الآخر. سوف نغير الإشارة، إذن ناقص 10 ناقص 4، إذن إكغاك يساوي ناقص 2 إكس زائد 5، ثم ناقص 7 إكس يساوي ناقص 14. ناقص 10 ناقص 4 هي ناقص 14. إذن إكغاك دائما لاحظتم أننا نحتفظ بنفس، لا نغير هذه العلاقة، نحتفظ بنفس العلاقة. إكغاك يساوي ناقص 2 إكس زائد 5، نعم، ثم إكس يساوي ناقص 14 على ناقص 7 يساوي ناقص مع ناقص زائد 2. إذن ماذا سنفعل الآن؟ سنعوض إكس بقيمتها في العلاقة الأولى، في هذه العلاقة. إذن ستصبح إكغاك يساوي ناقص 2 إكس، ولكن إكس تساوي 2، يعني ناقص 2 في 2 زائد 5 تساوي ناقص 2 في 2 هي ناقص 4 زائد 5 يساوي 1، و x يساوي 2. إذن الزوج، إذن هنا يجب الانتباه، إذن بعض التلاميذ يقومون بخلط، عوض أن يكتبوا قيمة x هنا، إذن يتم كتابة قيمة x في الخانة الثانية. دائما نبدأ بالحرف الذي يوجد في الترتيب الأول في لظرف ب، إذن إكس ثم بعدها إيغاك، يعني سنبدأ بقيمة إكس. 2 1 هو حل النظمة أ، إذن يجب عدم التوقف عند هذا الحد، ضروري من الرجوع إلى النظمة للتحقق، بمعنى أننا سنعوض x ب 2 و y ب 1، ثم نرى هل النظمة أو المعادلتين محققتين بالنسبة للزوج 2 1. طبعا حل الهدف وهو التأكد من أن ما توصلنا إليه صحيحا. نتوقف عند هذا الحد، وأشكر لكم، وطبعا في المناسبة قادمة إن شاء الله في الجزء الخامس، والسلام عليكم.